امرأة أردنية أبدعت باستغلال سطح المنزل وكان لها مشروعاً لتعتاش منه. بلشت قصت بمشروع صغير للطيور والحيوانات، وبعد هيك كبر المشروع معي. كانت كبداية فكرة أنه أنا ما أطلع أشتغل برا، فشوي شوي طورنا من أمورنا وزبطنا من حالنا. بلشنا بفكرة صغيرة كبرت معي، وإن شاء الله بتكبر أكثر وأكثر لمحل أو لمزرعة. وعادي ما يعني ما في مشكلة إنها بنت تكون بين مجال الطيور والحيوانات. ففكرة إنه البنت تضل لبيتها أنا بالنسبة لي غلط. بلشنا بسمان، بجاج، عصافير، شو عندي أنا بكبر وبطور إن شاء الله. كانت بداية المشروع إني أنا أحسن الوضع المادي والوضع الاقتصادي في البيت. ما بدي اضطر اني الجا لاي حدا برا اني انا اطلب منه، فانه بعمل شيء لإلي، انجاز لإلي في البيت. لو كان الدخل اللي بيجي لي منه شيء قليل، بس شوي شوي بصرف على حالي، يعني ما بضطر اني اطلع لبرا، ما بضطر اني انا اخذ من حدا. اضطرينا نروح نشتغل برا، كان الرواتب كثير قليله مع فتره كورونا، فانه الواحد لو بيعمل انجاز بسيط في البيت يطلع مصروفه احسن ما يطلع برا. بدايتها بنحطه في الفقاسة لمدة 20 إلى 26 يوم، كل نوع بيض له فترة. بعد الفترة هاي بننتقل للحضانة، بنحطها فترة 4-5 أيام، الطير نفسه يشد حاله ويكبر، الضعيف منه بموت والكبير خلاص بيكبر وبنحطه في مكان ثاني. هي هيك سلسان البلدي عندي بتكون في عمر كبير، عندي بكون سلسان فريس اللي هو السمان، سلسان براهمي، أي نوع سلسان بحطه بالفقاس بالعمر هذا. رسالتي لأي امرأة في البيت إنه ما تستني حدا يعطيك أو تستني الرزقة تجيك، أنت روحي للرزقة اسعي لها واعملي أي مشروع يكون جديد لإلك، فكرة جديدة. ما تحكي هذا شغل رجال شغل بنات، كل شيء جائز للمرأة وللرجل. التي رفضت معنى البطالة تسطر اليوم قصة نجاح امرأة أردنية لتكون نجمة في سماء التميز.